احكي لي المشروع وصلنا فيه لغايه فين النهارده؟ والله احنا تقريبا وصلنا ل 80% من التكامل في المشروع اللي كنت قايل لحضرتك عليه من 4 سنين. تمام. وصلنا دلوقتي ان احنا عملنا مزرعتين، مزرعه بطاقه 22,000 راس ومزرعه ثانيه بطاقه 6,000 راس على مشروع 130 فدان ومجزر آلي بيذبح 50 راس في الساعه، وعندنا طبعا استشفية وتعبئه لحوم. ان شاء الله بقى لنا 20% ونوصل للتكامل اللي كنت قلت لحضرتك عليه، اللي هو موضوع ان احنا نعمل مرحله التصنيع ونطلع في الاخر المنتج للمستهلك النهائي. التصنيع بالنسبه لك راجل بتاع انتاج حيواني مهم، بين لي اهميته ازاي؟ اهميته في ان انت بتوصل لمرحله ان انت وصلت للمستهلك النهائي، بتوصل ان انت بتحقق للمستهلك منتج جيد، مصنعات لحوم من لحمه حقيقيه بتوصلها له. صويا بقى وكلام لا لا نهائي، احنا بنتكلم في لحوم حقيقيه. هيتوصل له على شكل مصنعات، برجر سوسيس بالظبط محترمه. واحنا لانشون. اول بالظبط كده يا فندم، بالظبط. واحنا اول مشروع نشتغل في المجال ده، ومن ساعه ما بدانا نبني فيه وننشئ فيه مع التراخيص، اثناء استخراج التراخيص كنا ماشيين مع شركه للايزو، فكنا عاملين موضوع الجودة في كل حلقات الإنتاج، من إنتاج حيواني لأعلاف لغاية زراعة، حتى من الزراعة لغاية بعد كده الذبح، كل ده تحت إشراف الأيزو. الحمد لله حصلنا على 3 شهادات للجودة متخصصة بسلامة الغذاء، وحاليا جاري العمل على الرخصة اللي هي بتاعت سلامة الغذاء، الهيئة القومية لسلامة الغذاء. ده للمجزر ولا المشروع ككل؟ لا، هو للمشروع ككل الحقيقة، بس طبعا احنا اللي طلب مننا منهم لغاية دلوقتي للمجزر، وإن شاء الله بإذنك يا رب خلال شهر ممكن نكون حصلنا عليها بإذن الله. أحمد العياط مستثمر أردني الجنسية، مصري الهوى وعاشق ليها، دي حقيقة، لأنه مقيم في مصر من سنة 1999 ودرس إدارة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبدأ أعماله في مصر كممثل لمجموعة العياط الأردنية وشركتها اللبنانية سوفرم سنة 2004. والكيان الضخم ده استثماراته في قطاع الإنتاج الحيواني منتشرة في مصر والعراق والأردن وأوكرانيا، وبيمتلك أسطول بحري متخصص في نقل الماشية الحية بين دول العالم. وأسس أحمد العياط شركة البشاير للصناعات الغذائية، أضخم شركات القطاع الخاص في مصر اللي بتشتغل في إنتاج اللحوم الحمراء العالية الجودة، وبيستهدف طبعا السوق العربي ككل. احنا واقفين في منطقة فيها عجول تربية، صح كده؟ بالزبط. كلها اوزان تقترب من 200-220 اللي انا شايفه. صحيح. ما تزيدش عن كده، صح كده؟ بالظبط كده. دي مستورده من امريكا اللاتينيه؟ بالظبط فندم، دي مستورده من امريكا الجنوبيه، بقى لها بالظبط كده 52 يوم. تحديدا منين بقى؟ دي جايه من كولومبيا والبرازيل. العجول البلدي رحنا لها من السنه اللي فاتت لما اتمنع عمليه الاستيراد لفتره. بالظبط، احنا الحقيقه اتمنعت عمليه الاستيراد لمده تقريبا سنه، في خلال الفتره دي كان قدامنا تحدي كبير، ف مشروع زي ده لازم في تشغيل بملء المشروع اللي تحت واللي فوق. تقريبا وصلنا لحوالي 8,000 راس بلدي السنه اللي فاتت. بالظبط، بلدي وجاموسي، بقري وجاموسي. التسمين البلدي ده بغرض البيع المباشر للمستهلك، صح كده؟ بالظبط، في جزء، في شريحه كبيره من المستهلكين بيفضلوا العجل اللي هو البلدي طبعا، وهو فعلا يعتبر ذو جوده عاليه. بنقوم بعمليه تسمينه بالكامل وبنطلعه على اوزان 450 كيلو لحمه بيتذبح بعد كده يعني. شركه